مرحبا بكم مشاهدي ام تي في في هذه الحلقه الجديده من برنامج بيروت اليوم التي يسرني ان استضيف فيها النائب السابق الاستاذ سمير فرنجيه. والاتي ابرز محاور الحلقه. بعد العجز عن معالجة أبسط المشاكل، ما الذي يحول دون إعلان لبنان دولة فاشلة؟ هل فعلا فقد لبنان القدرة على تدبير شؤونه بنفسه وأصبح مرهونا بالكامل بالخارج كما قال الرئيس نبيه بري؟ أي متغيرات متوقعة مع دخول تركيا الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟ أستاذ سمير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كمان رحب فيك بخبر جديد، بلغوني قبل ثواني أنه تم تأجيل تسريح قائد الجيش وأمين عام مجلس الدفاع ورئيس الأركان سنة كاملة. بيزيد هذا الشيء على السؤال، ما قادرين نعين، ما قادرين نظبط كهرباء، ما قادرين نظبط نشيل الزبالة من الطريق. في بعض الناس عم بيقولوا كأنه الحكومة والطبقة السياسية قررت إعدام الناس، بدأت موتهم بالأوبئة، بدأت موتهم بالكوليرا، بالشوب. هي سأبت يعني مع الشوب صار يعني أحلى سيناريو مع إبادة الشعب اللبناني. لماذا لا يعلن لبنان دولة فاشلة بقى؟ هو عمليا عم نعيشه اليوم بنظري هي نهاية مرحلة تاريخية طويلة تأسست هذه بالستينات، يعني مع تحول الحياة السياسية اللبنانية وإنشاء التكتلات الطائفية وإلى آخره من أمور، فتنا على مرحلة جديدة. يعني آخر محاولة لبناء دولة طبيعية كانت المحاولة الشعبية، فشلت هذه المحاولة، فتنا على الحرب، ما عرفنا نطلع من الحرب في لحظة، ما عرفنا أهميتها كانت لحظة الطائف، لحظة تانية ما عرفنا أهميتها كانت لحظة 14 أذار 2005. بقينا نتعاطى تحت عنوان ديمقراطية توافقية اللي هي اختراع يعني أفسد الحياة السياسية بلبنان. ديمقراطية توافقية بيعني أنه ما في بقى رأي للناس، بما أنه الأقلية قادرة تعطل أي شيء، وهذا ما حصل. فصرنا بدل ما نحكي بحقوق المواطن صرنا عم نحكي بحقوق الطوائف، وباسم حقوق الطوائف صار دولة مستباحة. اللي عم نعيشه اليوم هي يعني نهاية هذه المرحلة. ليش نهايتها؟ لأنه ما بقى في دولة. مرحلة شو؟ مرحلة تاريخية بأساسها. يلي هي يعني هي مرحلة هي لبنان، تحكم الأحزاب طائفي بالحياة السياسية. حضرتك عم تقول وصلنا على نهاية هذه المرحلة. إيه؟ فيش نهاية جو لبنان كجمهورية. لا. بالعكس، برأيي هذه لحظة أنا بلاقيها عكس كل إذا بدك. أنا اليوم متفائل أكثر من امبارح، لأنه هذه المرحلة فعلا صار في وضوح عند كل اللبنانيين أنه ما بقى قادر البلد يستمر بهذا الشكل. بس ما بتعرف حضرتك انه كل الفرق طرف هلا قاعد عم يحضر التلفزيون، عم يحضر هاي المقابله ويقول بنفسه هيدا الفريق الثاني فعلا ما بيسوى، فريقنا لازم يحكم وحده. خليني اقول شغله بسيطه، لما عم بحكي بهالمشاريع ماني عم ميز مشاريع انه نحكي باسم. اول شيء نختزل الطوائف باحزاب ونختزل هالاحزاب بقيادات عليا، هيدي المرحله وصلتنا لها. هيدي بطال كل الناس. لبنان بده يرجع ينبنى على قاعدة مختلفة، في عنده اتفاق ناقص لهذا الاتفاق قوى تحمله. نيام برز شيء اسمه مجتمع مدني، عليه انه يتنظم، خلق أطر لا طائفية حديثة منفتحة هي تبلش تتحرك على الأرض. أما الأحزاب هذيك لوين وصلتنا؟ رح ياخذ على سبيل المثال إنه آخر مرحلة، يعني آخر تشكيلة طائفية برزت بهالمرحلة التاريخية كانت حزب الله. وينه حزب الله اليوم؟ بسوريا؟
لغى الحدود بين لبنان وسوريا، أدخل الجيش بحرب ما اختار الجيش، أدخل الطائفة الشيعية بمشكل تاريخي كان بغنى عنه وأساساً مش هي اختارته. طيب هذا مشروع بنتي، هلأ وين ضعف؟ لما أقول مشروع بنتي إذا كلامي بيعني إنه في مشاريع أخرى لا مش عم تنتهي بيكون خطأ. بس هيدي هي. بس ليس وين تفاؤلك؟ يعني زبالة بالأرض مسكرة الطريق ما حدا تحرك، باستثناء بعض المبادرات الخجولة، كهرباء بالمرة رايحة ما حدا تحرك. كسيدي أنا لا بدي أخذ. وين شايف التفاؤل؟ أحاول وين؟ لما ندعى بتعبئة طائفية استثنائية للتظاهرة دعما للحقوق المسيحية، مش هيك ونزل 140 شاب عليها، معناتها الناس تغيري، معناتها صار في وعي. لما اليوم عم بينحكى بفساد سوكلين وتاني يوم بفساد الكهرباء، معناتها ما بقى في تمييز. لما الإصلاح والتغيير كان عم يطلع علينا إنه عم يعطينا دروس بالأخلاق، مش هيك بيطلع مسؤول عن هذه الكارثة، ما بقى فيك تميز. أنا عم بقصد أقوله أي كارثة مسؤول عنها؟ الكهرباء. التغيير يعني ليش الكهرباء؟ ليش ما فيك تحمله الكهرباء؟ يا سيدي بحمل الكهرباء هون مثل ما بحمل سكنين هون مثل ما بحمل كل الناس. ايه بس الفرق لا بلا بحمل، لأنه طلع علي وقال لي إنه بده يحلها، مش هيك محل شيء، خلي بالقليل يكون أدبيا مهذب، مش هيك يضب حاله وما يعطي دروس بالأخلاق. هذا اللي عم بقصد أقوله بقى، خلصنا من هالمرحلة. إذا كنا بالأشياء السلبية عم بتشوفها إنه نهايتها ما قدروا ما قدروا ما قدروا، بس وين البوادر الإيجابية؟ إيجابية الناس، الناس اللي ما مشيت بالتعبئة الطائفية، بس ما عملت عمل إيجابي. يا سيدي أعطيها وقت، أنت بدك تعمل تحول تاريخي، ما بتعطي وقت للناس. هلأ بلشوا يفهموا وهلأ بلشوا يدركوا إنه هذه المشاريع انتهت، بس في شيء في صفحة بتنطوي بتاريخ البلد. اليوم إذا بتيجي اليوم تعمل استفتاء عند الناس مثل ما سبق وكتبتها، لما طرح إنه رئيس قوي، قلت أنا لا بدنا رئيس ضعيف. فؤاد شهاب رئيس ضعيف بالمعايير الحالية، بنى دولي، هالأقوياء فوتونا حروب أهلية. في مفاهيم عم تتغير، بدها وقت ايه تتترجم، اكيد بدها وقت تتترجم. بس بدها وقت ولا بدها رافعه؟ بدها بالاول وقت، بدها تضامن بين الناس، بدها انفتاح، بدها تواصل. في كميه تحركات صايره، هيدا بلد يعني عنده قوه استثنائيه. يوم تفتح الجريده بتلاقي مهرجانات من هون، بتلاقي تحركات من هون، بتلاقي لقاءات من هون، في شيء فظيع ما بتلاقيه ببلد طبيعي. في حيوية استثنائية، هذه الحيوية بدها ضبط، بدها توجيه، بدها تضامن بين فرقاء المجتمع المدني تيقدروا يخلقوا هالرافعة اللي عم تحكي عنها. في أمرين ناقصين، مش بس الرافعة، ناقص الرافعة وناقص الرسالة المحتوى. أنا برأيي واثنيناتهم مش متوفرين، رغم لك وين صرنا ما كانوا متوفرين. بس أنا أقول هلأ عم يصير في شغل على توفير هالأمور، على رؤية لهذا البلد. نحن عنا جوهرة بين إيدينا ما بنعرف متى، هلأ بلشنا شوي ندرك أهميتها. ليش؟ لأنه التطورات اللي حصلت بالمنطقة وبالغرب. نحن وين الجوهرة بين إيدينا؟ نحن البلد الوحيد بالعالم إسلام ومسيحيين بتشاركوا فيه بإدارة سلطته. أهم، نحن البلد الوحيد بكل العالم الإسلامي سنة وشيعة بتشاركوا بإدارة سلطة واحدة. هلأ اليوم بدي أتمنى عليك كنت تقرأ رسالة الوديع اللي كتبها السفير البريطاني، مؤثرة بشكل استثنائي. لكن الناس عم تفهم بلدنا أكثر ما نحن عم نفهم بلدنا. بعدنا نحن بنحكي الطوائف وكيف ومين. هي قديمة سي سمير، من زمان يقال انه لبنان عنده هذه الميزة. هلا عنده اياها اكثر. بس انه كمان لا ما في بوادر ترجمة ايجابية.
يعني العالم دائما يقول شو يعني لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة. هاي بال 84 من 31 سنة السيد سمير، وفي أقدم منها كمان. خليني أقول شغلي بالأول، هذا الكلام كان مبين إنه هذا متوجه للبنان حالي، ما كان العالم ما كان معنى بهذا الكلام. ليش؟ لأنه ما كان في مشكلة تعددية بأوروبا، لأنه ما كان في هذا العنف الفارد، لأنه ما كنا داخلين بحرب 30-30 عام ما بين سنة وشيعة. هلأ صار في إلك دور، إلك مهمة بهذا العالم. كنا عم نحكي على الحوار المسيحي، إنه ورقة نوايا وما بعرف إيش ورقة. لا، في عنوان واحد، إذا أنا مسيحي اليوم عنواني هو منع الفتنة السنية الشيعية بالبلد، وإجعل من لبنان نموذج لحلها بالمنطقة كلها. هذا دارنا، مش دارنا نشوف حقوق من هون وما بعرف شو تفاصيل من هون وإلى آخره. وأساساً هالحقوق يعني شو الحقوق اللي عندهم إياهم المسيحيين ما عندهم إياهم المسلمين، يعني بهذا المعنى. يعني لا، في رسالة هلأ صار لها يعني أهمية بالعالم كله. مش أمريكا رجعت المسألة العنصرية برزت بأمريكا، هذا العنف اللي متفلته بمحل بيتعمم مع الوقت وين ما كان. ضبط هذا العنف مهمة أساسية اليوم. طيب، هذا كلام جميل. نعم. وقامت عليه الرومانسية اللبنانية لا منذ 30-40 سنة. لا. خلي أسألك أسئلة واقعية. اي اوكي، بس قبل ما قامت عليه أبدا، بدليل من 30 سنة كنا بعنا بحرب، من 30 سنة ما كنا شايفين عايشنا المشترك. بس كان في ناس كثير مأمنة بالعيش المشترك، دخلك الكين مأمنين بالعيش المشترك، مشان هيك نراح على اتفاق الطائف. لا. مشان هيك لا. مشان هيك مؤتمر اللقاءات اللي كنتوا تعملوها طيب على المتحف بال 85-86-87. بس خليني اقول لك شغلي، نسيتهم؟ ابدا ما نسيتهم. بس اتفاق طايف، الميثاق الوطني، نص غير مكتوب، طلع ندوه لبنانيه حكت فيه 30 سنه. اتفاق طايف نص مكتوب ما انكتب عنه جمله، لانه بوقتها بقينا بعقليه ما قبل. أنا بقوله هلأ بلشنا نوع. وأهم يعني شو بدي من اتفاق طائف؟ عم نحكي كنا هلأ كم مسيحي قاري نص المجمع البطريرك الماروني داخلك؟ خذ هلأ إيسا هلأ مش هي. بالتالي عنا بين إيدينا بس ما عم نعرف. عبقول هلأ مع سقوط هالتجربة الطائفية، يعني وضع اليد الطائفية على الدولة، سمير نفتح باب جديد. خليني أسألك سؤال عملي. العلمانية كنظام غير طائفي دون صعوبات أنت بتعرفها أكثر مني، قتلت 20-30-40 سنة وبطلت حتى تطرحه ضمن أدبياتك السياسية، ما عاد تطرحه. بالمقابل الديمقراطية التوافقية تصفها بنعوت غير حميدة. شو هو النظام؟ هو نظام الطائف. مش نظام الطائف يعني جمع ما بين المواطنة والتعدد، الحقوق للمواطن والضمانات للطوائف. هذه هي. لما عم بحكي أنا على الديمقراطية التوافقية، لأنه صار في تزوير للمفهوم. ديمقراطية توافقية بتعطي حق لأقلية تلغي نتائج انتخابات؟ ليش؟ بس مش لأنه الديمقراطية التوافقية لغيتها أستاذ سمير، عم بقلك استخدم المفهوم. نعم، بس أنه اليوم يعني وقت تضرب المصطلح يا سيدي، المصطلح انضرب. انضرب نتيجة شو؟ نتيجة مسائل متعلقة بتوازنات إقليمية مؤثرة على الواقع اللبناني. لا لا لا، أبدا. وله ترجمته المسلحة. لا، له كمان ترجمة أخرى. تذكر مثلا مفهوم التلت المعطل اللي هو الترجمة لهالديمقراطية، وين موجود هذا؟ بتشكيل الحكومة يا أستاذ سمير. مش بتشكيل الحكومة. تمام، مش بتشكيل الحكومة. لأنه ما في شيء اسمه تلت معطل. في ببعض القرارات بدك بمعزل الحكومة المشكلة
مش هيك؟ مش مشكلة بتلت معطل وتلتين مش معطلين، مشكلة حكومة طبيعية في بعض المواضيع بتتطلب التلتين. هيدي أخذنا هالفكرة هاي، عملنا منها تلت معطل، صرنا منها نركب الحكومة على أساس التلت المعطل، مش هيك؟ وكل ما واحد تقول له لا مش ركبة بيقول لك ولو الديمقراطية توافقية الأقرى اتفاق طائف. هي رئيس الحريري بيقول له للبطرك صفير، نعم. حضرتك بتعرف رئيس حريري بيقول له للبطرك صفير، ما يوقع رئيس الجمهورية عندما نحكي عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يوقع على تشكيلة حكومية ما بيأمن لتلتة على الأقل. هو التلت بهالخلفية هي التلت كانت بالأساس تلت. إذا أنت ما هي الحكومة نص بنص، مش هيك؟ عم نحكي طائفيا. إذا عندك تلتة معناتها في هون ما في إجماع بالمعنى الطائفي للكلمة، بس أنا عم بقول لك تحولت هلأ لشيء آخر. من وقت ما أنه الفريق الآخر خسر بالانتخابات صار عين من نظرية التلت المعطي، وبتتشكل الحكومة أنه بنعطيه التلت سلفا. كيف هيدي؟ كيف تعطي لفريق خسران بالانتخابات تلت الحكومة إجباري تحت عنوان أنه عم بقول لك ما رح نقضي الحلقة على ايه، بس عم بقول كيف تم تحوير هذا الاتفاق لتثبيت وضع يد الأحزاب الطائفية على الدولة. شو هي الوجهة نظر أو الرؤية حضرتك استخدمت هذا التعبير للعبور من هذا النظام؟ يعني حضرتك تشيد خلينا نقول بالعناصر المكونة للتجربة اللبنانية، تقول انه النظام كما يستخدم الان هو غير صالح. طيب شو هي الرؤيه يلي بدها تخليك انك تعبر؟ منين بدك تجيب مكونات؟ ما فيك تستورد طبقه سياسيه جديده. العنصر القائم اليوم نتيجه الصراع السني الشيعي الداير بالمنطقه قوي جدا جدا، من اين يمكنك ان تستورد ناخبين رجال سياسة بعيد عن المصاري والطائفية؟ أنا سؤال صعب هيدا، إذا فيك إذا عندك جواب رح أعطيك جواب ولبكك فيه لبك المشاهدين يعني. لا، إنه مين كان بصيف 2004 إنه مجموعة معارضة قيد التشكل على يعني تنوع شديد قادرة بعد ست شهور تدعي إلى مظاهرة يشارك فيها أكثر من ثلث الشعب اللبناني. ما كان ولا الدولة ماني بإيدك والمخابرات ضدك وما بعرف إيش وإلى آخره وكذا. في لحظة اجت وكان في جهوزية حد أدنى وكان في شغل، بس ايه؟ يعني كان في شغل بقي له سنتين ثلاثة أو بالأحرى فيك تقول 13 سنة كمان، يعني خلينا نقول الشغل الفعلي من 2000 لل يعني مش يوم ويوم. ايه لا أكيد، بس عم بحكي بعملية الجهوزية. وفي رؤية قبل 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 الرؤية، لأنه قبل الرؤية الرؤية كونت بالتدريج. أنا عم بقوله اليوم مطلوب منا نعمل الشغل اللي نعمل بال 2004 تمهيدا لل 2005، لأنه في أحداث جاية، في تغيير حاصل، خلي يكون في جهوزية داخلية لهذا التغيير. وأنا هون ما بدي ألغي حدا، مش إنه والله حاطط المجتمع المدني بمواجهة كل الأحزاب الموجودة، مش هيدا المطلوب، بس المطلوب جهوزية من المجتمع المدني، مش هيك؟ وتواضع من الأحزاب. الأقرار بالخطأ فضيلة. مين بده يكون بخطأ؟ الأحزاب الموجودة بالسلطة مطلوب منها كلها كلها، ليش من همين؟ حضرتك يعني بما تتفضل به جيت مبارح عملت تركيبة المجلس الوطني ب 14 أدار، يعني بعد من زيت السياق اللي طالع من المرحلة الأخيرة. كيف؟
يعني العناصر المكونة لهذا المجلس، المظلة السياسية تبعيته، يعني مثل كأنه مكملين بذات الخط. أين شو قادر تعمل بهيك تركيبة؟ لا، هو الفكرة هون لأنه وصلت هذيك التركيبة لطريق يعني مسدود. عم نقول أنه الفاعلين بهذا المجتمع المدني اللي كانوا موجودين هون يتواصلوا مع بعضهم، يفكروا مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم، تتكون عامل من عوامل التغيير اللي بدنا نوصل له. بتميز هذا المجلس بأنه لا طائفي، بتميز هذا المجلس بأنه يعني فاتح مش مسكر، بس كمان هو باصطفاف سياسي اخذ بعد محلي مرتبط اقليميا. يعني اليوم هو 14 اذار الموجوده بالحكم متمثله بالكتائب وتيار المستقبل، وهيدا الخط داخل بمحور اقليمي. لا، خلينا نكون اوضح، نحن اطلقنا هذا، حطينا له عنوان من انتفاضة الاستقلال لانتفاضة السلام. عم نشتغل عليه مش انه تغذية خط على خط، مش هذا المطلب. مش وجد شو ضفت على المكونات؟ عم نضيف انه بدنا نخوض معركة سلام هذا البلد. طيب فيك تخوضها بلا شو؟ بلا ناس من بوجوه شيعية عندها؟ اكيد لا، بدنا نخوضها مع الكل، بس كيف بتوجه له؟ بدي أعمل الشغل بوسطي وأطلب من كل واحد منهم يعمل الشغل بوسطه. ما بتعتقد أنه بدها تركيبة جديدة ترجع تخلط سيدي بعدين بتعمل بدك إيه؟ مش هذه القصة، هي إطلاق دينامية. منا عم نعمل حزب، مش عم نعمل شغلة مسكرة. أساساً أي شخص بأي موقع بيشتغل بهذا الاتجاه أنا معه، ماني طالب أنه يكون معي. على أبسط الأمور، اللي بده ينظم اليوم تظاهرة بطرابلس ضد الفتنة أنا شريك فيها، أنا عضو فيها، مش شريك حتى، بس المهم يقوم. التحركات اللي عم بتصير بكل الأوساط الطائفية من أجل وقف العنف وإلى آخره أكيد بدنا ندعمها. اللقاء اللي عم يتم بين ضباط من القوات وضباط من الجيش مع اللقاءات اللي صارت هلأ مؤخرا بالخارج حول الحوار الإسلامي المسيحي، نحن أيضا مع كله. من عم نعمل حزب سياسي؟ بس كيف قادر تفصل حالك عن المعركة السياسية الدائرة بين قوى 14 أدار و8 أدار؟ أنا في أمور ماني يعني اللي عم نقوله اليوم، عم نطلب من الكل، وانتبه نقول من الكل، انه نرجع على هالأرضية جديدة. عم نطلبها من أحزاب 14 قبل ما نطلبها من أحزاب 8 أدار، لأنه أنا برأيي هيدي وصلت لنهاية بصراحتك المعهودة يلي بتخلي الواحد يضطرب. قديه برأيك عم تحلم؟ ليك بال2000 كانوا يعتبروا، كانت المعنويات تعرف انه يا اخي في تغيير، انه عم يحلم. طيب حصل نداء بكركي، مش هيك؟ اشتغلنا على قرنتين، حلم مصالحة الجبل، حلم الانفتاح على المسلمين، حلم، كله حلم. انا اليوم مثل ما شايف الامور، انا بقول كل المنطقة رايحة بالاتجاه اللي نحن عم نحدده، مش نحن يعني بهالوجهة اللي عم بأشر لها، لأنه وصل العنف لا يعني لا نهايته. أكثر ما هو منتشر، أكثر ما هو مدمر، أكثر ما هو فاشل لأصحابه. أنه فكرك أنه لو هالمشاريع الجبارة ناجحة كنت بتسمع الكلام اللي عم تسمعه اليومين بالمنطقة، كان كل واحد بيخبرك انه بعده منتصر وانه هو اللي بالدنيا وهو رح نفوت بالوضع الدنيا. بس اخر سؤال ومنفوت على الفاصل، بتتوقع انه تصطدموا باحزاب 14 دار؟ بالتاكيد بس بدنا نصطدم معه
ونفرض عليهم الحوار حول المواضيع هذا. ما بدنا لا نلغيهم ولا ناخذ محلهم ولا نكون حزب بمواجهتهم. بدنا هذا الكلام يتم مناقشته بكل 14 وخارج 14. معركة سنام لبنان معركة بدنا نخوضها وبدنا نربحها. بعد سنين بنرجع بنقعد انا ونشوف ان شاء الله قبل كمان. رح نتوقف استاذ سمير من فاصل، من بعده بدنا نفوت بالمتغيرات الإقليمية، دخول تركيا الحرب بهذه الطريقة ضد الإرهاب، ما يحكى عن مناطق آمنة، خطاب الرئيس الأسد بالتحديد حول من له الحق في الهوية السورية، كل هذه المسائل نطرحها مشاهدي ام تي في مع استاذ سمير فرنجيه بعد الفاصل. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا النائب السابق الاستاذ سمير فرنجي. استاذ سمير، شفنا دخول تركيا المباشر الان بالحرب ضد داعش، باي اطار بتحطه؟ وهل في صفقه ما عم ينحكى عن منطقه امنه بتركيا بسوريا تحت الجناح التركي لاعاده اللاجئين الى خلافه؟ يعني هو انا بحطها باطار الضغط اللي عم بيتمارس هلا على النظام للدخول بحل فعلي، لأنه في كلام بين الروس وبين الإيرانيين والسعوديين والسعودية وسوريا والنظام، يعني أنه يعني ما بقى تحمي. الضغط عم بيتمارس تركيا أو أردنيا على المنطقة الجنوبية، واليوم في هيك اشارات ل يعني ضغط متزايد بمنطقه الليدقيه، وال بتصور هذا كله لدفع الامور باتجاه الاسراع بالحال. مرتبطه بالاتفاق النووي؟ بالتاكيد، لانه الاتفاق النووي عمليا يعني طوى صفحه مرتبطه مش بس بامتلاك السلاح النووي من قبل إيران. انطرحت المسألة النووية بخلفية كمان مختلفة. إيران لفترة طويلة اعتبرت نفسها أنه ممكن تكون ممثلة العالم الإسلامي بالنظام العالمي الجديد، وتكون هي مثل ما فيها الهند والبرازيل وكذا، تكون هي ممثلة لكل هذا العالم العربي تقدر تاخذ مشروعيه بتمثيله، وانه بتاخذ قضيه المسلمين الاولى قضيه فلسطين وبتشتغل عليها، وبنفس الوقت يعني مددت بالمنطقه العربيه فيها. هذا المشروع وصل لنهايته مش بسبب النووي، بسبب الانتفاضه العربيه، لانه هذا انضرب مركز اساسي هو سوريا بهذه الاستراتيجيه. الامر اللي دفع إيران إلى يعني الدخول بشكل مباشر، والأمريكان استعملوها. بس سمير، إذا بتشوف النظام بخطاب الرئيس بشار الأسد مع التطورات باليومين الأخيرين، مع تركيا وأمريكا عم يضربوا داعش من تركيا، مع اللي تفضلت فيه عم يضربوها كمان من جانب الأردن، وكلام الرئيس الأسد، هل برأيك في تسوية ما صار اتفاق عليها؟ في عرض لتسوية بتقديري بعد ما استوت بسوريا، مش هيك؟ لأنه هي عم تلعب التسوية على الأشخاص، يعني إنه هل تعمل مرحلة انتقالية وبتجيب يعني نحكى ببعض الأسماء يأمنوا هذه بعد ما وصلوا لها. بس كمان يبدو إنه النظام بشكله رغم كل الملاحظات اخذ تفاهم غربي معين صار بحدود دنيا فعلا، لانه بالاول يعني صار في محاوله للعب على انه الخيار ما بين النظام وداعش والى اخره، انتهينا من هذا. بس بعدك عم تسمع مثل ما كنت تسمع قبل انه رايح هذا النظام ما بينحكى معه وفقد شرعيته، كل هذا الحكي كل هالالسنة انبلعت. لا، اللي عم بيصير هلا الشغل الفعلي على هذا الكلام، ما بقى في اعلان
هلا الشغل الفعلي اللي عم يصير على طي هالصفحه بقى. يعني برايك كانوا عم بيمثلوا قبل؟ لا كانوا بالاول خلينا نكون هيك، الامريكان استخدموا سوريا فيتنام لايران ونجحوا فيها هلا على حساب الشعب السوري، بس انه تركوها نمبجوا مقاتلين من باكستان وافغانستان والعراق ولبنان واليمن يقتلوا، وايرانيين بضارهم بوضع ايران يعني ما معها تمشي، مش هيك استهلكوه. مش هناك ايران وقعت الاتفاق النووي يعني ومبسوطه بالتوقيع وانه خلصنا، وهيدي يعني هون في كلام مهم لوزير خارجيه ايران نشر من يومين ثلاثه بجريده السفير رساله عم بيحكي فيها كلام كثير جديد، انه هي عدم التدخل بشؤون الدول، كيف فينا نبني تعاون ما بين العرب والايرانيين، كيف فينا نبني تعاون فعلي ما بين بداخل هذا العالم الاسلامي، كيف فينا نحترم الحدود، كيف فينا نحترم السياده. كلام ما تعودنا نسمعه. في كمان بالمقابل كلام اخر واداء اخر مختلف، ما بتحطه بخانة البروباغندا، بخانة السياسة، بالأدبيات الدبلوماسية. هو جديد إذا بدك، هذا كلام سمعني قبل النووي، أنه إيران مسيطرة على 4 عواصم عربية، بغداد، الشام، بيروت وصنعاء. كلام أنه الأمريكان رح يلكوا ورح يعطونا كذا، هذا كله سمعني. اليوم في عندك وزير خارجية عم بيجي يمد إيده ويطرح صيغ عملية لتحقيق هذه المبادئ اللي عم بتكلم عنها. بس ما بيعني هذا الشيء انه هو منتصر؟ لا، يعني عادة اللي بياخذ المبادرات، لا، تعرف حضرتك بالسياسة المحشور ما بيعمل مبادرات، هو يحل المنتصر بيشعر باطمئنان يعمل مبادرات. هني نمطوي صفحة النووي عم بيجربوا يشوفوا هلا كيف فيهم يعيدوا الوصل مع العالم القطع ومعه العلاقات، وهن مدركين انه ما بقى في مشروع هيمني ايراني على المنطقه العربيه. ليش بالمطلق اذا بتراجع ان كان بلبنان ولا بالعالم العربي عموما، انه بالامكنه يلي ما في تفاهم مع النظام الايراني بتحسهم زعلانين على نتيجه الاتفاق النووي، فيما ايران وحلفائها يكادون في عيد. لا ما مش بعيد. ما انك ملاحظة؟ لا مش بعيد، بدليل انه مش بعيد، انه اذا بتشوف الوضع الداخلي بايران، انه 3 صحف محافظة واحدة منهم تسكروها واثنين تانين هددوها لانه اخذين موقف ضد الاتفاق النووي. مين اخذ صحف ترمز للخط المتشدد؟ المتشدد. في اكيد انه ما حصل من اتفاق رح يقوي خط اعتدال على خط تطرف بداخل ايران، بس كمان رح يعطي ايران دور اقتصادي هائل فيما بعد. مش كتير بعد، بلا في عنده وقت بعد، بس اللي عم نقوله هون انه يعني ايران ماني جايبه هالمصريات ترجع تكمل معركه هي عرفتها خاسره. ببساطه معركه سوريا ان شاء الله ايران بدها تحط كل قوتها فيها، ما فيها تربحها، فيها تخسرها. اذا كنت انت حضرتك فيها تاخر خسارتها، اذا كنت قائم بايران تستسلم تترك سوريا كورقه ضغط قويه بقلب المعادله، تترك فيها حزب الله من دون ظهير؟ ما هو السؤال عم بيخوض حرب ضد اسرائيل، حرب بحاجه انه يكون عنده ظهر مأمن. عم بيخوض حرب شو؟ سمعنا بانتصارات وراء انتصارات، وبعدين الوضع عم نشوفه كل يوم ورا يوم، في واقع ديموغرافي ما حدا قادر يتخطاه، ما فيك تتخطاه. ما هو اعترف بشار الاسد نفسه، اعترف انه ما بقى عنده رجال يقاتلوا، عاد ما يستورد شو بده. عندك واقع بدك تاخده بالاعتبار، وانا برايي يعني إذا توقفت اليوم أفضل من بكرة،
عم بحكي بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله. حضرتك بتقول بتعرف إنه بالتركيبة القائمة والدرجة اللي وصلت للحرب في بعد محل التسوية؟ إيه أكيد في بعد محل التسوية. في واحد يقول من نوقف ومنلاقي المخاري. كله حد كل واحد عم بيحط للتاني شروط استسلام كاملة. لا مش صحيح. إنه أنت إذا محل النظام بتعطي جزء من السلطة للي صار لك عم بتقتلهم هالقد. عم تحكي بسوريا. بسوريا. أنا عم بحكي حزب الله. أنا عم بقول هذيك النظام شو بده يعمل يعمل. بس إنه هلا ما حان الوقت من بعد كل هالتحولات حزب الله يقول أنت خلينا نوقف. ما بقى في غير شيء بالمعطى الداخلي. عم بيعرض شبابه للقتل بمشروع يعني عبثي. انا عم بقوله هون وهون مهمتنا اذا بده يغير نساعده على التغيير. مش يعني نقول والله يلحق حاله منهزم ومو عم تقول يلحق حاله؟ يا سيدي مش يلحق حاله يوفر على حاله. طيب يعني زاد شيء؟ لا مش زاد شيء. طيب خلينا نتوقف مع سر اسرار الصحفي اللي هو من اطار ذاته ومنكمل فقره اسرار اليوم. سمع قيادي في حزب الله يقول في مجلس خاص إن على أقطاب 14 أدار أن يفاوضوا على رؤوسهم بعدما باعتهم أمريكا. عم بيقولوا ذات الشيء اللي حضرتك عم تتفضل فيه. لا ماني أبدا بدنا نوقف الهوبر. ما بعرف مين هو القيادي الشاب هذا اللي عم يحكي هالكلام. هيدي الهوبر بدنا نخلص منها. خلينا نتواضع بقى ونعرف انه كلنا بنشبه بعضنا. الاخطاء اللي عم يرتكبها اليوم حزب الله ارتكبوها قبل القوات ارتكبوها قبل الحركه الوطنيه. ما في حدا اذكى من الثاني بالبلد هيش بقى هوبرة. بس عندما ترى انه كل دول العالم رؤساء العالم يتهافتون على زياره طهران. لا ما يتهافتون على مش يتهافتون أبدا. يتهافتون ما ضل 12 سنة طهران ما فيها تطلع قرش شعب شو بصلي احنا كلهم جايين ايه انه انتصرت هلا انتصرت هلا طهران وشو عم نحكي الابن يوقع على هيك اتفاق نووي هذا منتصر إذا كان الوضع مثل ما عم تتفضل ليه المعارضة الإسرائيلية وحتى بالأوساط الأمريكية لهذا الاتفاق؟ لأنه عايشين هني على هذا الخلاف لأنه الإسرائيليين مش هيك كل حياتهم بيخترعوا خصم يقدروا يبرروا هذا الدعم المطلق من الغرب لإله هذا اللي عم بيفقدوه اليوم وإذا بدنا نروح بهذا الاتجاه مسؤولية الغرب اليوم أنه لا التطرف مش داعش بس تطرف مجموعة مجانين بإسرائيل عم نشوف يوم بعد يوم شو عم يعملوا هولي مش متطرفين هذا اللي بدنا نخلص منه بقى وبدنا نخلص من النووي الإيراني كمان ليش النووي الإسرائيلي شو به ليش ما حدا عم بيطرق له طب إذا إجت مجموعة من هولي المتطرفين واستلمت السلطة فينا نعرف شو بيصير بذات الشيء كيف تتوقع أنه يكون الاتفاق النووي حامل مخارج للأزمات القائمة بلبنان سوريا العراق اليمن جزء البحرين من جزء من عمليا كيف جزء من هالأزمات انعملي انعملت بسبب هذا الاتفاق اللي ما كان بعده جاهز بدي ذكرك بشغلة بسيطة بال2006 اندلعت حرب بين لبنان وإسرائيل مش هيك شو كان فيه بالأفق مباحثات حول الاتفاق ورقة ضغط فتنا بحرب وبدليل انه فتنا نحن بالحرب انه اذا بترجع للقرار 1701 بيقول هذا القرار اللي وقع عليه حزب الله انه لبنان انه فتح المعركة ليش فتحناها تنعطي ورقة ده المفاوض الإيراني بهالفترة هاي طيب عايشين كل هالفترة على هالنحية بدار يعني مشروع نووي كمقدمة أو كترجمة أو كتجسيد لإيران ممثلة للعالم الإسلامي بالنظام العالمي الجديد بس كيف عمليا رح يحمل الاتفاق حل حلالي هذه لأنه مضطرة إيران
يعني مثلا بلبنان تتوقع انه يصير في انتخابات رئاسيه يعني انا بالمدى المنظور؟ ما بقى يعني ما بقى طويل كثير يعني ما بقى شايفها يعني قصه وبتصور بسوريا رح نروح على شيء من التسويه ضمن الخطوط القائمه حاليا. ليك تسويه المشكله هلا اللي عم تنبحث هي يعني بقاء شخص الرئيس الاسد اذا بيبقى او لا بس يعني يعني هون هون عم بتدقر بس انه بعد في حدا بيعتبر انه والله قادر هذا النظام يرجع لا بس فكره انه عم نحكي بسوريا موحده كما في السابق موحد. ولا ضمن الخطوط الحاليه موحد ما في يعني ما حدا بمركزيه قويه كما في السابق لا. هون يعني هون عم بقول نموذج لبنان ممكن يساعد بكيفية يعني احترام التنوع وبنفس الوقت الابقاء على الدوري يعني كتقسيم سوريا من سابع المستحيلات لانه المنطقة اللي بدك تقسمها اذا قسمتها بتمنع كل بقية سوريا من يكون عندها وصلة على البحر واذا قسمت سوريا يعني ما فيك ما تقسم تركيا واذا فت بهذا المشروع يعني كل المنطقة فاتت على حروب أهلية من هلأ المليون سنة لقدام بركي هيدا يعني المطلوب إسرائيليا يا سيدي ما بقى قادرين إسرائيلي عملوا خراب بما يكفي يعني هلأ اليوم المعركة الفعلية مش المعركة الفعلية بس المعركة أساسية هو الضغط اللي عم يتمارس أوروبيا ودوليا على إسرائيل تضبط المتطرفين تبعولا اللي هي كمان شغلة بشعة بشكل أنه بنحكي عن داعش انه بده يردونا للخلافه مش هيك هول بده يردونا لسنه 70 من القرن الاول في شيء كمان ما وما بقى فينا نكمل نطاط انه والله في تطرف من دينه وتطرف اخر ما بنحكي عنه ما كله هذا يعني عائله وحده يعني بهالمعنى بس كمان ما تنسى انه في تحكم دولي بالإعلام مطروح أنه هو التطرف في الميلة واحدة بس هلأ مغير كثير إذا بتلاحظها من شيء شهر لليوم في ضغط فعلي عم يتمارس لأنه ما فيك تضبط يعني ما فيك تضبط تطرف وتترك واحد تاني معالم حلحلة المسألة الأزمة اللبنانية كيف بتشوفها يعني خطواتها خطواتها هو في انتخابات رئيس جمهورية قريبا أنا بتصور إنه ما بقى بعاد يعني ما بقى مش ما راح استعمل كلمة تقريبا بس يعني ما بقى مأجلة إلى أجل غير مسمى يعني بهالمعنى نحكى بأيلول تشرين هل هذه التواريخ ممكن هلا لآخر السنة أي إذا من هلا لآخر السنة ما مش الحال بموضوع الرئاسة معناتها لا ما في إلا ما بستنتج شيء منها يعني ما بتستنتج يعني ما بتستنتج انه اول شيء الاتفاق لن تكون له انعكاسات على لبنان ما بتستنتج انه لبنان ساعتها فشلت تجربته صار لازم الى مؤتمر سياسي جديد هن الشباب اللي بيحكوا بمؤتمر تاسيسي خلينا نبلش يطبقوا الاتفاق البنيتين هو يمكن لو بيطبق ما كانوا بيحكوا باتفاق جديد ليش ما بيطبق أسهل تعمل اتفاق جديد وكمان ما تطبوا يعني شوف يعني في هون أنا برأيي بالخطاب السياسي اللي عم نسمعه في يعني شيء بس هو عادة يعني تاريخيا بس تتجاوز الأوراق الإصلاحية وقتها ما بدعوا تطبق يعني خلينا نتذكر الوثيقة الدستورية مبادئ الـ14 مبادئ الوفاق الـ14 اتفاق الثلاثي الشرع سالم ووصولا لاتفاق الطائف عم نحكي بشيء انه دائما بتصير اذا عملت اتفاق ما تطبق خلص هذا من عمل اتفاق شو الاتفاق الثلاثي اتفاق بيعنيك وبيعنيني هذا بيعني 3 ميليشيات اجتمعوا مع بعضهم عم نحكي على اتفاق اساسي اسمه اتفاق الطائف الكل موقع عليه هذا اللي بده يطبق وبدون ما نضيع وقت وما في وقت منك شايف انه صار في ناس تيابهم ضيقه عليه بهذا الاتفاق مين يعني انه لا منك شايف انه مثلا حزب الله يعتبر انه ضيق هذا الاتفاق حزب الله هذا الاتفاق مخرجه
إذا فكره قادر يأخذ أكثر من هالاتفاق بيكون فعلا ما بيعرف يشتغل بالسياسي. بس الكل عم يعني بلشوا يحكوا بموضوع المثلثة. سيدي ما كرجع للماضي، بك في شي حدا إلا ما 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 كبر حجمه. خلاصنا بقى خيي، كلنا مثل بعضنا، كلنا إخوة مع بعضنا، كلنا منشبه بعضنا، كلنا منرتكب أخطاء شبيهة. بس إنه اليوم بس عندك معطيات ديموغرافية. أي ديموغرافية؟ أي ديموغرافية؟ خبرني شو اليوم عمليا يقال بالأرقام إنه المسيحيين الثلث، ليش بده يكون عندهم نص؟ لأنه اعتبر هذا الأمر مش هيك جزء هون عم بقولوا أهمية هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أعطى لكل الأطراف الموجودة نهى خلاف تاريخي، أعطى نهائية الكيان للمسيحيين، أعطاهم المناصفة للإطمئنان، أعطى للمسلمين عروبة لبنان، أعطى للشعب اللبناني أهمية العيش المشترك وحطوا مقياس. ما أعطى على يعني يتكون هذا الاتفاق تمنه بالتدريج نروح على دولة حديثة بنفس الوقت تاخذ بالاعتبار هذا التنوع اللي بدنا نحافظ عليه. بس ما حدا يخبرني حجمه التاريخي شو هو، يعني بهالمعنى خلصنا من هذه القصة وخلصنا من فرزنا انه والله انا مقاوم وانت منك مقاوم، لا انا لبناني وانت منك لبناني والى اخره، مثل ما كان يصير خلصنا منها هذه. فبالتالي لا، انا ماني مع مؤتمر لا تأسيسي ولا غير تأسيسي، مع تطبيق هذا الاتفاق واليوم قبل بكره. وبرأيك ما طرأ شيء يستوجب أبداً التعديل؟ أبدا. أستاذ سمير فرنجيه النائب السابق ورئيس المجلس الوطني، أهلا بك دائما في أم تي في. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك، وأم تي في.com.lb. إلى اللقاء.